مساء الخير اعزائي المشاهدين، واهلا بيكم معانا وحلقه جديده ولمتنا الحلوه. لمتنا الحلوه النهارده معايا فيها نور وساره. اهلا يا نور. اهلا يا ساره. ازيك يا ماما؟ اخبارك ايه؟ طمنيني. الحمد لله. انت عامله ايه؟ يا رب العالمين. يا رب. بص، كلنا مبتدئين النهارده الحلقه بروح التفاؤل كده، مش عارفه اخبارك ايه جايبينها منين، بس موجوده. عندنا امل. عندنا امل. احنا موضوع حلقتنا النهارده هيكون عن استقبال العام الجديد. ازاي نستقبل سنه جديده بعد سنه صعيبة علينا كلنا الحقيقة، يعني على العالم كله. يعني 2020 كل الناس عمالة بتقول يا ساتر امتى 2020 بقى دي تمشي، وامتى مش عارفة ايه. مش عارفة ليه بيقولوا كده، مش عشان انا بقول ان ما حصلش حاجات مش حلوة في 2020، بس عشان بقول ان دايما السنين لما بتعدي كل سنة بنجيها نقول يا ده السنة اللي فاتت كانت ارحم، يا ده السنة اللي فاتت كانت ارحم. دايما بنقول كده، ودايما متخيلين ان السنة الجديدة دي هتبقى احسن كتير، والقديمة دي خلاص. قال يعني مثلا في باب اتقفل بعد 2020. هم قالوا كده على 2019 يا رب تيجي 2020. جينا 2020 ورقم حلو، متفائلين بيه ومش عارفين. كانت سنة ما شاء الله حلو قوي. فهي مش شرط، اللي احنا نعمل اللي علينا والباقي على ربنا. 2020 زي ما كان فيها حاجات وحشة كتير جدا، واهمهم كورونا، كوفيد 19 اللي هو تعب العالم كله، واللي خلانا نفقد احباب كتير جدا فيها، واصدقاء واعزاء على قلوبنا جميعا. الا ان اكيد كان فيها حاجات كمان حلوه جدا وتفائلنا بيها، واحداث حصلت لطيفه. فتعالوا دايما نفتكر الحاجات اللطيفه عشان نعمل كده جرعه ايجابيه. نور. نعم. صباح الخير. صباح السعاده. هتستقبلي ازاي العام الجديد؟ هستقبله بامل زي ما قلت لك. عندي امل في ربنا ان شاء الله السنه الجديده تبقى سنه احسن شويه، اهدى شويه. احنا عرفنا كورونا وقدرنا نستوعب الى حد ما يعني الاعراض وبروتوكول العلاج، وبدا عدد من الدول، واحنا كمان ان احنا نصنع ليها مصل. فدي حاجه مديانا امل الى حد ما في الفتره اللي جايه. كمان في امل بقى برضو في حته الشغل، وامل في الحياه برضو الاسريه. يعني الواحد بيبقى عنده امل كده ان الدنيا كلها تتغير، او بيبقى عنده كمان قرارات جديده في بدايه السنه. يعني هنزل الجيم مثلا اكتر، هبطل العادات السيئه مثلا، العادات الاكل السيئه، الحاجات دي. بس في حاجات منها بتتنفذ، وفي حاجات 90% الناس عماله بتسوق فيها. صراحه هتعملي ايه؟ انا عايز اقول لكم الاول كل سنه وانتم طيبين، والساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا طيبين، ويا رب تبقى سنه بقى سعيده علينا، وتبقى سنه حلوه وكلها خير وتفاؤل، والازمه اللي احنا فيها دي تعدي على خير ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشوف ان لازم الانسان يكون عنده حلم وهدف عشان يقدر يوصل له، ويقدر يحدد هدفه الاول عشان يقدر يوصل له. احلى حاجه مريت بيها في سنه 2020 ان انت تيجي تجيبي ورقه وقلم وتكتبي ايه احلامك اللي انت عايزه تحققيها. تكتبي كده خطوات كده معينه، مثلا السنه اللي فاتت مثلا انا عصبيه، خسرت شغلي مثلا، ابدا اهدي من نفسي واشوف ايه الحاجات اللي عكس الصفه الوحشه دي، واغير من نفسي واحسن من نفسي عشان احقق حلم اكون انا مثلا بتمناه. يكون الانسان طموح ومتفائل، يقعد مع ناس ايجابيين زيك يا مها. احلى حاجه في 2020 بالنسبه لي ان انا طبعا جيت البرنامج مع بومبونيت البرنامج كلها مع على فكره خدتها من على لساني والله. انت كنت سالتيني احلى حاجه حصلت في 2020 ايه؟ بصراحه ان انا يعني ان انا وانت اشتغلنا مع بعض يا مها. والله يمكن طاقه ايجابيه وروح تفاؤل ما شاء الله، انا بشوفها كده ببقى مبسوطه. ربنا يخليك. انا طول عمري بقى بشوفك، وسواء هنا في قناه المحور او في ماسبيرو، يعني بشوف قد انت جميله وراقيه وشيك كده، واتفرج عليكي واتعلم من وانا. يعني عايزين نقلب الحلقه تبقى عليا انا بقى في البدايه كده. لا والله، لا والله، بس فعلا حقيقي يعني يا جماعه انا بتكلم جد والله، مش مجاملات. وحياه ابني اللي انا بقوله ده مش مجامله خالص، ومش كلام عشان البرنامج. فعلا والله احلى حاجه حصلت لي في 2020 ان انا قابلت استاذه مها عثمان، واللي كان في ما بيني وما بينها قصه غرام من بعيد، وفي مراسلات كده من بعيد لبعيد على مدار سنتين، وما كنتش قابلتها ابدا في حياتي. ولما اتقابلنا اتاكدت القصه دي، وفعلا لا يعني حقيقه ست مش ناوي اعيط ولا احنا بنتعلم من مكاسب 2020 حقيقيه. واحلى حاجه ان مكسبك في اي سنه او في اي وقت يبقى انسان، علاقاتك بالناس يبقى انسان. مكسب صديق، مكسب اخت كبيره، مكسب ام، يعني هي الفكره كلها ان انت كسبت حد رفيق ليك هيبقى معاك لاخر العمر، سواء بقى بنشتغل مع بعض العمر كله، الدنيا هتودينا في حتة تانية، بس في الأول وفي الآخر انت كسبت حالة إنسانية
ما ينفعش حاجه في الدنيا تخليك تخسرها، وده وعد مني ليك على الهواء. حبيبي تقالي. عمري في حياتي ابدا ابدا مش ناوي عليا الدمعه ولا انا هبوظ الميكاب بتاعي عشان خاطركم. هي اخذت الكلام من على لساني وايه بقى ابدعت بقى ده. لا لا ده بقى انا عينيا دمعت كده ومش هطلع. لا عيب عليك عيب عليكوا بقى خلاص. طيب خلاص امل امل تعالوا ايه بصراحه انا رافعه حاجب للعام الجديد اساسا. ها هتعمل فينا ايه؟ هتعمل اهلك علينا. خليني ايه مش عايزه لا دمع ولا اعم. عايزين نفكر نبتدي بقى بجد من اول يوم راس السنه. سهرات بقى خلاص مفيش سهرات السنه دي مفيش اي حاجه. فهنبتدي بقى ايه نفكر من اول يوم راس السنه ازاي نعمل حاجه لطيفه في بيتنا نسعد بيها نفسنا والاسره بتاعتنا واحنا قاعدين كده مع بعض. يعني يا ريت لو ستات البيوت تغير مثلا من نظام الليفنج روم حتى اللي هو المكان القعده الرئيسيه، يعني هاتي الكنبه دي هنا والكرسي هنا واعملي مش عارفه ايه، فتحي الستاير كده وحسسي كده الموجودين ان في حاله بهجه وسرور حتى لو مش ده اللي حاسه بيه بالظبط. يعني ممكن تكوني مش ده اللي حاسه بيه بالظبط وحاسه مثلا بتعب وحاسه بارهاق وحاسه بتعب السنه اللي فاتت كله بقى هيحل في الليله دي. لا خليها بقى ليله حاجات بسيطه السنه دي حاجه سعيده. صح. هاتوا قناه افلام واتفرجوا على فيلم لطيف جدا، نعملوا موفي نايت اللي هو ايه هنجيب كده فيلم ونقعد نتفرج كلنا مع بعض. هاتي فشار وهاتي لب وسوداني ومش عارفه ايه وحاجات كده واعملي قعده مع اهلك وحاولي تساعديهم في اليوم ده بما ان مفيش خروجات ولا سهرات ولا كلام من ده. ونجيب الشجره يا مها في البيت ونزوقها احنا زينها كريسماس خلاص بقى برضه يعني اي حاجه. انا لما دخلت الاستوديو وشفت الشجره حسيت